بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، نقدم لكم استراتيجية تمثيل الأدوار ودرس الجمل والسيارة، حيث دار هذا الحوار بين السيارة والجمل. ماذا أراك حزينا أيها الجمل؟ أنت سبب حزني، وكيف ذلك؟ لقد أذهلت الكاسة بسرعتك وتنور أشكالك وتعدد ألوانك، فأخذت مكاني وتجاهلوني. ولما تحزن فقد أرحتك من حمل الأثقال والسفر البعيد، ولكني كنت سفينة الصحراء. لا تحزن يا صديقي، فما زلت سفينة الصحراء التي تذكر الناس بعظمة الخالق. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ شكرا لك أيتها السيارة، فقد أعدت الأمل إلي وذهب حزني. ما شاء الله، تمثيل بارع للطالب عبد العزيز في دور الجمل، والطالب فيصل في دور السيارة. جزاكم الله خيراً.